وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فلسطينية. الأوضاع خرجت عن السيطرة وجنون الحرب لا يتوقف. بخطوة مفاجئة بوجه روسيا، التنين الصيني يرسل طائراته المسيرة لمساندة الباطل، وبوتين يشتعل غضبا ويحذر الصين من اشتعال الحرب بينهما. فهل بدأ الخلاف بين الشيوعية العالمية؟ مفاجأة صادمة، الجزائر تكشف حقيقة القمة العربية الإسلامية، وأربع دول عربية تفشل قرار وقف إطلاق النار. فما الذي يحدث؟ 361 قتيلا و 162 آلية عسكرية، خسائر الباطل داخل المدينة. ولبنان والباطل، مؤشرات متزايدة على حرب وشيكة. فهل تبدأ الحرب؟ أمريكا تحذر الباطل من خطر تحول الضفة الغربية لجبهة صراع جديدة. استعدادات في معبر رفح لاستقبال دفعة من الجرحى الفلسطينيين، ومفاوضات الرهائن في اتجاه إيجابي، هكذا أعلنها وزير خارجية قطر. أوكرانيا ستخسر 5 مناطق أخرى إن استمرت في القتال، هكذا فجرها ضابط أمريكي. والجيش الروسي يختبر عربات جديدة متعددة، فما هي؟ إليكم التفاصيل. تسريبات الجزائر عن القمة العربية. طرحت الجزائر مقترحات لحضور القمة العربية في الرياض، ومن أبرز هذه المقترحات ما يلي: أولاً، منع استخدام القواعد الأمريكية في الدول العربية لتزويد الباطل بالسلاح والذخائر. ثانياً، تجميد العلاقات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية العربية مع الباطل. ثالثاً، التلويح في استخدام النفط والمقدرات العربية الاقتصادية للضغط من أجل وقف إطلاق النار. رابعاً، منع طيران الباطل في التحليق فوق الأجواء العربية. خامساً، تشكيل لجنة عربية بمستوى وزاري تسافر فوراً إلى نيويورك وواشنطن وجنيف وبروكسل ولندن وباريس من أجل طلب القمة العربية على وقف الهجوم على المدينة. خسائر جيشهم داخل المدينة. كشف الجيش الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على المدينة بعد أن كان قد أعلن عن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال القطاع، وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده وإصابة 6 آخرين بجروح في شمال المدينة، يرتفع عدد القتلى منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلاً، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 من أكتوبر إلى 361 قتيلاً. وبينما لم تعلن الباطل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في القطاع، قالت الفصائل في المدينة: وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميراً كلياً أو جزئياً، كما دمرنا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة. صراع جنوب لبنان مع جيشهم. اشتعلت جبهة الحدود اللبنانية مع الباطل في 8 أكتوبر الماضي، أي بعد يوم واحد من اندلاع حرب المدينة، وظلت هذه الجبهة طوال الأسابيع الماضية محكومة فيما يشبه التصعيد المحسوب، لكن مؤشرات ظهرت تشير إلى احتمال اندلاع حرب أو صدام كبير على هذه الجبهة. شنت الطائرات أول غارة في العمق اللبناني منذ بدء تبادل القصف مع جنوب لبنان والفصائل، واستهدفت الغارة التي وقعت في منطقة الزهراني شاحنة كانت تقف في حقل للموز، وكان مكان الغارة يبعد 40 كيلومترا عن الحدود مع الباطل. ونظر مراقبون إلى الغارة على أنها تصعيد كبير من جانب الباطل في اشتباكاتها مع جنوب لبنان بعد أن كانت محصورة بالمناطق الحدودية. فتح جبهة صراع في الضفة الغربية. حذرت تقارير أمريكية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد الباطل في الضفة الغربية بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود والمستوطنين لمدن ومخيمات الضفة. وقال صحيفة نيويورك تايمز
إن حالة التوتر في الضفة الغربية المحتلة تزايدت بشدة عما كانت عليه قبل هجوم الفصائل على مناطق غلاف المدينة، فقد باتت عمليات دهم واعتقالات متكررة للقوات، فيما مسلسل اعتداءات للمستوطنين لم يعرف توقفاً، وأصبح هذا هو المشهد السائد في الضفة الغربية. وكانت حادثة اقتحام مدينة جنين ومخيمها في 9 نوفمبر الجاري بين الأكثر دموية في الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 14 فلسطينياً. استعدادات في معبر رفح الحدودي. يستعد معبر رفح المصري لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين، وكذلك استئناف عملية إجلاء مزدوجي الجنسية والمصريين من المدينة بعد إعلان هيئة المعابر والحدود الفلسطينية استئناف عمل المعبر عقب تعليق الحركة 2 متتاليين. وكانت سلطات الجانب الفلسطيني من معبر رفح قد أبلغت نظيرتها المصرية تعليق عبور الجرحى والأجانب بسبب القصف ومحاصرة الآليات العسكرية لمستشفيات المدينة واستهداف أي هدف متحرك هناك، الأمر الذي حال دون تحرك سيارات الإسعاف باتجاه معبر رفح. تبادل الأسرى بين الطرفين. أفادت شبكة CNN نقلاً عن مصدر مطلع بأن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن مفاوضات الرهائن في اتجاه إيجابي، لكن الوضع متغير. وأوضح المصدر أن أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طالبا منه الضغط على الفصائل للسماح للمزيد من مزدوجي الجنسية بمغادرة المدينة، وعلى وجه الخصوص مزدوجي الجنسية الأمريكية. وأشار الشيخ محمد لبلينكن إلى أن المفاوضات للإفراج عن المزيد من الرهائن تسير في اتجاه إيجابي، لكن الوضع لا يزال متغيراً، واستمرار القصف على المدينة لا يسهل الأمور. أوكرانيا ستخسر مناطق جديدة. أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر أن 5 مناطق أوكرانية إضافية ستلتحق بروسيا إن لم يستسلم نظام كييف وتتوقف قواته عن القتال. وقال ريتر في حديث للصحفي ديني خايفن: روسيا قادرة على تحرير 5 مناطق أخرى في أوكرانيا، وبدأنا الآن نرى الهدف النهائي، وكأنها تقول إذا أردتم الاستمرار في هذا النزاع سنواصله، وحينها ستصبح 5 مناطق أخرى خارج أوكرانيا. وأضاف أنه لا يزال يوجد للقيادة الأوكرانية وقت كاف لإنهاء النزاع بطرق دبلوماسية قبل تغيير الحدود، وسيتم تعيين حكومة جديدة. عربات جديدة لدى روسيا. زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، وتعرف على مركبات ديسيرتوف المتعددة المهام التي بدأ الجيش باختبارها. تم تصميم هذه المركبات لتكون آليات سريعة الحركة صالحة لجميع التضاريس، ويمكن استعمالها من قبل القوات العسكرية في مهام الدوريات والاستطلاع وعمليات المداهمة وعمليات البحث والإنقاذ. وأخيرا عزيزي المشاهد، هل ترى بأن الجزائر بعد فضح هذه التسريبات حول حضورها القمة العربية ستغير من مجرى الحرب في المنطقة؟